شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا اكيد مشتاقين للفلوقات مالتي وانا كلش مشتاق لكم. مالكم دخل بالوجه، تعبانين وحلاقين، ماكو مدى زين غير بس بالبيت. اتمنى تكونون كلكم بخير وبصحه زينه، واهم شيء تلتزمون بالحجر الصحي المنزلي، ولا تنسون الاشتراك بقناتي وتسوون لايك للفيديو حتى يوصل لاكبر عدد من الناس. بما انه قاعد بالبيت اليوم وتعرفون درجات الحراره بدت تصعد عندنا بالعراق، قررت اغير الغرفه شويه مالتي، اشيل الفراش، اشيل الاشياء الشتويه، فقلت اصور لكم فلوق حتى تشوفون هذه الاشياء اللي راح اسويها وانزل لكم فلوق، لان صار لي كل شوي ما بنزل. بما انه قاعدين حجر صحي قلت اغير شويه واشيل الزوليه ونغير الغرفه شويه نديرها، وذولا قاعد يلعبون هنا. هذا مكان السرير، ما اعتقد راح اغير مكانه، راح يبقى نفسه. انا قبل كانت الشربايه ما تخليها هناك بمكان التلفزيون، بس هسه بقيها هنا احسن. هذه المراية صارت هنا، كانت هي هناك اللي ورا هسه صارت هنا، والقعدة اللي كانت هنا راح احولها هناك وبعدنا نغير. هسه عاجبني اجيب هنا صندوق ثاني، احس هذا التغيير صار احلى لان هذه المراية تغير مكانها، وهاي المراية راح يشتغل بها ضوي هسه تشوفوها بعدين، والقعدة صارت هنا. بس الشرباية راح ترجع بمكانها لان دا نمسح من جواها، وما شاء الله دعب وستك تك ما مخلين شغله مدى احسيها جوا الشرباية. التلفزيون كان هنا بمكان هذه القنفة، والقنفة كانت هنا، فحولنا بدلنا مكاناتهم، التلفزيون صار هنا احلى، القنفة هنا. كان اكو واير زعجني فمددته بالقاع وغطيته بهذه الزرعاية، اللي صار مكانها هنا احلى يم الباب. هنا كان الصندوق هذا فخليت بداله هذه الطبلة، الطبلة الثانية صارت هنا بالنص، ما ادري ايش راح اخلي عليها. هذه الشرباية هسه اعدلها، بدت تصير عندنا بهذا الشكل، بس بعد كم شغلة لازم نشيلها ولازم نغيرها، صارت هيك احسها احلى. هذا الاطار خليته هنا بالوجه وبعد نبدا نشتغل، بس انا كلش تعبت كلش كلش، صار عندي هبوط بالسكر والضغط. عدنا لحد هذه اللحظة نعدل انا وبنت اختي، بس كلش كلش تعبت كلش صار عندي هبوط بالسكر كلش قوي، هبوط بالضغط، بس انا ما بي يعني لا سكر ولا ضغط، بس فجأة لان مغير نظام اكلي وصار عندي هبوط وما اعرف شو اسوي كلش، حتى عرقت، بس عبالهم كورونا صار بي. يابا قلت شوية اغنيكم قبل ما تشوفون الغرفة شلون صارت كلش حلوة، بس راح اغنيكم شوية حتى نغير جو. كلمات الاغاني نعم. شوي ارتاحت ببيتنا وهسه صعدت كملنا الغرفة،
هاي غرفتي من برا، هسه راح نفتح الباب ونشوف من جوا شلون صارت. بسم الله الرحمن الرحيم. باو كلش احلى صارت بهواي احلى. هذه القاعدة تحولت هنا، صارت التلفزيون صار هنا بالوجه مقابل السرير بالضبط. هذين الطابوريات وحدة هنا خليتها يم الباب حتى البزازين يلعبون عليهن، واكو وحدة ثانية خليتها هنا، خليتها بصف الثلاجة، خلي عليها الصندوق مال المي. هنا فوق الثلاجة مخلي كل المعقمات والقهوة مارتي والقلاصات، والإطار صار هنا بهذا الشكل كلش أحلى. وهذا الماعون كلش قديم عندي، خليته على الطبلة الوسطية هنا، وهذه الأريكة مالتي قديمة شايفيها، خليته هنا مقابل التلفزيون حتى من أقعد أتفرج. هذه توك توك المعدلة قاعدة تغفي، كلش مستغربة من القاع، كلش قضتها تقمز. وهذا الكنتور بصراحة بعدني ما شايل يعني الملابس الشتوية كلهن، لأن منتظر أجيب ملابس جديدة على الصيف، وعندي ملابس صيفية كم شغلة معلقها بس بعدني ما معدلهن كلش، هوسي رادلهن حيل وحيل تعبت. وهذا مكان السرير صار بهذا الشكل، ما غيرت مكان السرير بس خليت هذه طبلة هنا، وهذا التيبل لام، هذني زرعيات تجدد. وهذه المراية صارت بهذا المكان، كبرت من الغرفة شوية، هي يعني صار مكانها كلش صح. خليت صناديق واحد على اليمين وواحد على اليسار، وعليها ذني التماثيل. هذا الإطار اللي كان بمكان المراية هسه صار هنا فوق الثلاجة. والحمام طبعا على ترتيب القديم، ما صار بأي تجديد بس الترتيب للغراض، كلها صار هنا. والإضاءة موجودة بس أنا مشغل بس هذه. بصراحة يعني لازم تستغلون الوقت هذا والقعدة مال البيت والحجر الصحي المنزلي، وغيروا من ديكور غرفكم وبيوتكم، كل شوية راح تغيرون جو. أتمنى عجبكم هذا الفلوج السريع، وعذروني من التقصير، صار لي كل شوية ما منزل، بس راح أحاول أنه أنزل لكم بالأيام الجاية بعد فلوجات. لا تنسون الاشتراك بقناتي وتسوون لايك للفيديو، وأهم شيء الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، وإن شاء الله يا رب هذه الشدة نخلص من عدها بأسرع وقت يا رب، ونرجع لحياتنا الطبيعية. وإن شاء الله ما عدكم غير العافية، والله يكفيكم شر هذا المرض. وهسه أحب أقول لكم أني أحبكم هالقد، فيما الله، وديروا بالكم على نفسكم وصحتكم.